أيمن خليف من التأهل المباراة النهائية، والجميع نعم. يعلم كيف حدث هذا الأمر ظلما وتعسفا و لاكمت هذه الملاكمة ما كان إيمان خليف في النهائية رغم أنها أقصيت بطريقة عادلة. تخيل اليوم أكبر حضور جماهيري في الملاكمة، إذا كانت لدينا صور نشاهدها، وتقريبا حوالي مليار حسب الأخبار الموجودة هنا وهناك، حوالي مليار شخص تابع اليوم منازلة إيمان خليف، رقم قياسي لم يسبق. عودة تقريبا حوالي مليار حسب الأخبار الموجودة هنا وهناك، حوالي مليار شخص تابع اليوم منازلة إيمان خليف، رقم قياسي لم يسبق له مثيل في اربط سلوبيه بركه من الكدوب شويه، اربط سلوبيه بركه من الكدوب شويه، تكذب عليا وانا عارفك